أهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية نبدأها بأبرز العناوين. سمو الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. مانشستر سيتي يلاقي ميلان فجر الأحد وديا ضمن تحضيراته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي. وماكس فيرشتابن يسجل أسرع زمن في التجارب الحرة في جائزة بلجيكا للفورمولا 1. إلى التفاصيل، أهلا بكم. حضر صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية حفل افتتاح النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 من تموز الحالي إلى 11 من آب المقبل. وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لفريق الأردن خلال مشاركته في الألعاب ومواصلة تحقيق الإنجازات الأولمبية، حيث يمثل الأردن أولمبياد باريس 12 لاعبة ولاعبا يمثلون 6 رياضات. وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها 33 في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت باريس عرضا افتتاحيا غير مسبوق على نهر السين لبعض الشباب، وذلك قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة يفتتح لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة زيد أبو يمن مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة الهندي هرميت ديساي في دور الأول. جاء تأهل زيد أبو يمن إلى أولمبياد باريس بعد انتزاع بطاقة التأهل المخصصة للاعبي منطقة غرب آسيا ليصبح أول لاعب أردني يتأهل للمشاركة في منافسات فرد الرجال بالألعاب الأولمبية على مستوى رياضة كرة القدم. ويستهل عبادة الكسب لاعب المنتخب الوطني للملاكمة مشواره في أولمبياد باريس اليوم في دور 32. الكسب سيلتقي مع الإيرلندي دين كلانسي، والفائز من هذا النزال سيلتقي في دور 16 مع الفرنسي سفيان أمية. واختتم لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو سعود مشاركته في منافسات جهاز حصان المقابض بدورة الألعاب الأولمبية والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس، ولم يتمكن أبو سعود والذي أصبح أول لاعب جمباز أردني يتأهل الأولمبياد من التأهل إلى دور النهائي من الدور التمهيدي. فيما ودعت السباحة كارين البلبيسي منافسات الألعاب الأولمبية بعد مشاركتها في منافسات 400 متر حرة البلبيسي والتي تبلغ 15 عاما حلت في المركز الخامس في مجموعتها بالدور التأهيلي مسجلة زمن بلغ 4:37.30 من الثانية. يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي فجر الأحد في بطولة كأس فلوريدا الودية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد. وسقط سيتي في مستهل تحضيراته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام فريق سلتيك الاسكتلندي، بينما تعادل ميلان الإيطالي مع رابيد فيينا النمساوي. ويفتتح مانشستر سيتي منافسات الموسم الجديد بمواجهة فريق مانشستر يونايتد على لقب كأس الدرع الخيرية في 10 من آب المقبل. وعلى هامش اللقاء أكد بيب غوارديولا أنه لا يستبعد توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي والذي ينتهي في الصيف المقبل. عندما أقرر الرحيل سأقول أنني سأرحل، ولكنني لم أقل هذا. سنرى ما سيحدث، ولكنني لن أستبعد تمديد تعاقدي بشكل نهائي. أحب البقاء لأنني أحب البقاء. أمضيت 9 أعوام حاليا بالنادي، لذلك أريد أن أتأكد من أنه القرار الصحيح ليس فقط بالنسبة لي ولكن للنادي وللاعبين. ما زالوا يركضون كما كانوا يفعلون قبل 8 أعوام، لا يهم المسابقة ولا يهم البطولة، وهذا ما أود رؤيته. وفي نشرتنا بعد الفاصل، سيرندولو يهزم روبليف ويبلغ نهائي بطولة كرواتيا للتنس. أهلا بكم. حسم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع روبن لور نورماند مدافع ريال سوسيداد في سوق الانتقالات الصيفية،
الروخي بلانكوس أنهى توقيع كافة الوثائق الخاصة بالصفقة بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث من المقرر أن يخضع لو نورماند للفحص الطبي خلال ساعات ومن ثم توقيع العقود ليعلن أتلتيكو مدريد عن أولى صفقاته الصيفية. وبلغ الأرجنتيني فرانسيسكو سيرندولو نهائي بطولة أوماج الكرواتية للتنس بعد فوزه على الروسي أندري روبليف في مباراة نصف النهائي. سيرندولو حسم اللقاء بمجموعتين دون مقابل بنتيجة الأشواط 7-6 6-4 في مباراة دامت لساعة و54 دقيقة ليضرب موعدا مع الإيطالي لورينزو موسيتي والذي تغلب بالدوري على التشيكي جاكوب مينيسيك بمجموعتين دون رد بوقع الأشواط 6-4 و6-1. وإلى آخر أخبارنا، حقق الهولندي ماكس فيرشتابن أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة بلجيكا الكبرى الجولة 14 من بطولة العالم للفورمولا 1. فيرشتابن متصدر بطولة العالم سجل أفضل توقيت قدره دقيقة و43 ثانية و372 جزءا متفوقا على زميله في مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والذي حل ثانيا في مكان المركز الثالث لألكسندر ألبون سائق فريق ويليامز متقدما على ثنائي مرسيدس جورج راسيل ولويس هاملتون. نهاية النشرة الرياضية من القناة الأردنية الرياضية، دمتم ودام الوطن بألف خير.